ألوغ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. إذا نتمنى يعني الجميع يكون ما غادرش يعني لصال. دونك شنو وقفنا هنايا، قلنا باللي أوتوماتيكمون هاد لا كوموند الثانية شنو كتفيد؟ كتفيد أساسا أننا يعني نكونوا يعني كرينا خلقنا واحد لا بول اللي سميناها بول ان. شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لي زادغيس اللي بيهم غادي يبقى يخرجوا لي زادغيس ديال لانترن. وهنا بعبارة اخرى يعني هنايا شنو درنا؟ كرينا واحد لا ليست ان سميناها ليست ان اللي كتجمع جميع لي زادغيس ديال لوكال انترن اللي غادي يبقى يخرجوا على برا، وغادي نربطوها هنا مع هادو. دونك اي وحده في هادو ديال لوكال انترن بغات تخرج اوتوماتيكمون غادي تخرج مع واحد لادغيس ديال لابول ان اللي كاينه في هذا المجال ديال يعني ديال بول ام 200 200 129 حتى 200 200 100 250. اوكي اوتوماتيكمون هذا هو الغرض ديال الخلق اولا ديال هادي ثم الخلق ديال هادي. دونك خلقنا هاد لا ليست ان على اساس باش نجمعوا جميع هذوك لي زادغيس اي بي ديال لوكال انترن ونجمعوهم يعني في ريزو واحد، نجمعوهم في ريزو واحد دونك وبيهم غادي يبقى يخرجوا يعني هاد لي ماشين كاملين هنايا ديال لوكال انترن. اوكي دونك الوغ عفوا اذا اسمحوا لي واحد دقيقه قد هذا. اوكي دونك فوالا فوالا الوغ باردون سي بيان. دونك هكذا فوالا. دونك اذا هنا كيما قلت لكم الوغ اهم حاجه هنايا هو انه خصنا نعرفوا باللي لا ليست ان كتجمع لي جميع لي زادريس اي بي ديال لوكال انترن، والبول ان كتجمع لي جميع لي زادريس اي بي اللي غادي يكونوا جلوبال هنا جلوبال انترن. دونك هنا حددت لي زادريس جلوبال انترن وردوا معايا البال، على سميناهم جلوبال انترن لانهم بيهم غادي يبقى يخرجوا هاد لي زادغيس هنا ديال اش ديال لوكال انترن. لاحظوا ما تنساوش هاد التسميات. دونك هادو سوسون دي زادغيس اش، راه يقدر تطرح لك هاد السؤال في اي بلاصه. دونك هادو سوسون دي زادغيس اش جلوبال انترن. علاش كيتسموا جلوبال انترن؟ لان بيهم غادي يبقى يخرجوا هنا هاد لي زادغيس اي بي ديال لوكال انترن. اي ادغيس في اللوكال انترن غادي تترانسفورما وتحول هنا في الروتور ادغيس جلوبال انترن وتخرج لو ريزو اكسترن. مزيان، دابا بعد ما حددت لي زادغيس لوكال انترن اللي هما هادو قلنا هادو اللي هنا، وحددت لي زادغيس جلوبال انترن اللي هما هادو هنايا، دونك دابا كتبقى لي حاجه وحده شكون هي؟ هو نربط بيناتهم، والربط بيناتهم غادي يكون بهاد لا كوموند هادي. بهاد لا كوموند لاحظوا شنو قلنا فيها، قلنا له اي بي نات انسايد سورس. دونك بغينا لي زادغيس اي بي ديال لوكال انترن اللي لا سورس ديالهم دونك اوتوماتيكمون الاصل كاينين في هنا في الليست 1، بغيناهم سيلفو بلاي يخرجوا. كنقولوا له للروتور ار 1 بغيناك تبقى تخرجهم، يعني اي وحده فيهم باغيه تخرج ما تخرجهاش يعني بلادريس ديالها، لا سيلفو بلاي دير لا ترانسلاسيون ولا ترانسفورميها، دير لا ترانسفورماسيون ترانسلاسيون دونك لاش لهادي لي زادغيس اي بي ديال بول 1 كل وحده يعني وبالترتيب. غادي يبدا من 129 تمشي 129 غادي يمشي 130 130 غادي يمشي 131 وهو غادي دونك يعني على حسب عدد لي زادغيس اي بي اللي كاينين هنا في اللوكال انترن. متفقين؟ دونك هاد لا كوموند هي باش كنجمعوهم. جمعنا لا ليست 1 اللي هي هادي اللي درنا فيها لي زادغيس لوكال انترن مع البول 1 اللي درنا فيها لي زادغيس جلوبال انترن، بهم باش غادي يبقى يخرجوا لي زادغيس ديال لوكال انترن. متفقين معايا؟ مزيان. الو هنا حاولوا الا لاحظتوا هنا جمعت لكم هاد لي كوموند في مره واحده، مازال ما دخلتهمش للروتور، وحيت غادي نبقاو ندخلهم غادي نعاود كذلك نكرر الهضره ديالي. دونك اوتوماتيكمون بقات لي حاجه واحده، هو جو في ديزيني اش لي زانترفاس ديال الانترن مع الاكسترن. صافي دير كو هنا في هاد لي دو كوموند كما قلت لكم الحصه الفايته غادي نحدد فيهم. في هاد الاولى كنحدد لي زادغيس ديال لوكال انترن يعني اللي هما غادي يخصهم تدار لهم لا ترانسلاسيون لا ترانسلاسيون تحويل في الروتور ار ان، وغادي نحدد في هادو بهاد لا كوموند الجاوجه الاي بي نات اوتسايد يعني غادي نحدد لي زادغيس جلوبال انترن
يعني اللي غيكون هما جلوبال انترن وكذلك لي زادريس جلوبال اكسترن انسي دو سويت او جلوبال او يعني او يعني لوكال اكسترن اوكي كنحدد جلوبال اكسترن او جلوبال انترن او جلوبال او لوكال اكسترن متفقين دونك كنحدد جميع هذوك الاخرين اللي بقاو فيما هذه كتحدد لي يعني بالضبط يعني غير لي زادريس لوكال انترن متفقين مزيان اوتوماتيكمون هذاك الشيء دابا اللي غادي نحاولوا نديرو اوكي وإلا كان شي سؤال ولا شي حاجه دائما كنقول لكم ممكن تدخلوا معايا في اي لحظه الوغ ما علينا دونك غادي نبداو نكريو بعدا لاكسيس ليست هنا في الروتور ار 1 قلنا لاكسيس ليست اوتوماتيكمون شنو غادي دير لي غادي تحدد لي يعني مجموع لي زادريس اللي غادي تدار لهم لا تراديكسيون على برا واللي هما اللي سميناهم دونك دي زادريس لوكال انترن دونك غادي ندير على بركه الله انيبل دونك كونفيغور تيرمينال اوكي دونك غادي نقول له سيل فو بلي اكسس مينيسكولا ماجيسكولا بحال ماشي مشكل اكسس ليست اللي الرقم ديالها واحد بالنسبه لينا بغينا ندير واحد جوج ثلاثه دير انت اللي بغيتي دونك ار واحد بيرميت لانه ممكن تخلق بلوزيغ اكسس ليست دونك هذه رقم واحد ممكن تخلق رقم جوج رقم ثلاثه انسي دو سويت دونك رقم واحد 192 168 قلنا واحد صفر اوتوماتيكمون يعني باش نحددوا قلنا المجال ديالهم اللي كيبدا من واحد حتى ل 254 غادي نديروا الويل كارد اللي شفنا كيفاش كنديروا نحددوه شفناها قبيله دونك اللي هو 0.0.0.255 وقلنا هذا الويل كارد كنديروا الماسك كومبلي ولا الماسك سلاش 32 وكنقصوه من الماسك سلاش 24 هنا اللي هو 255 255 255 0 وكنلقاو 00255 اونتري مزيان الوغ دابا حنا حددنا لاكسيس ليست ها الاولى ثاني حاجه بقات لي يعني نحدد هاد يعني لي زادريس اي بي اللي غادي يكونوا اش جلوبال انترن بهم باش غادي يبقاو يخرجوا هاد لي زادريس لوكال انترن الوغ هنا غادي نقول له اي بي IP NAT pool اللي غنسميوها نسميها كي بغيتي حنا هنا سميناها pool 1 فوالا pool 1 اوكي pool 1 pool 1 فوالا اللي هي كتبدا من 200 كتبدا من قلنا 200.200.100.129 اوتوماتيكمون بغينا حنا نحددوها حتى يعني نحدوها في 200 جوسكا 200 200 100 250 باش نعطي يعني الماسك ديالها بالضبط دونك كنكريي كنعطي الماسك باش تحدد يعني الريزو بالضبط كنقول نيت ماسك اللي هو 255 255 255 100 128 اوكي 128 128 سي بيان الوغ هنا كنكون حددت لي زادريس اي بي ديال الجلوبال انترن ردوا البال سيل فو بلي عندكم تنساو دوك المصطلحات اللي غادي نمشي حيت نكمل الكور غنرجع لهم كذلك نعاود نشوف واش راكم ضبطتوهم ولا لانهم هما اللي كيخليوني نفهم فعلا يعني هاد الزوايا ولا هاد الاركان ولا اش نسميهم يعني كل جهه في هاد لي في هاد لانات دونك حيت كنقول لوكال انترن فهما اللي غادي تدير لهم لا ترادكسيون فاش كنقول جلوبال انترن هما اللي كيخرجوا وكيتحولوا يعني كانوا دي لوكال انترن وتحولوا دي جلوبال انترن هما اللي كيخرجوا على برا فاش كنقول جلوبال اكسترن كنقول راه هما دي زادريس اي بي اللي حولوا وخرجوا بهم واحد لي زادريس اي بي ديال لوكال اكسترن بعاد ولوكال اكسترن دونك هما اللي كيخرجوا كذلك فواحد الريزو اي بي ما كيخرجوش على برا دونك كيخصهم كذلك دي زادريس جلوبال اكسترن اللي يخرجوا بهم دونك سيل فو بلي هاد المصطلحات خصكم تعاود ترجعوا وانا الحصه الاخرى ان شاء الله فاش نكمل الكور لانه دابا حنا مشينا لابليكاسيون غادي نعاود نرجع لهم لاحظوا شحال كنكرر الهضره عرفتوا راه كنكرر بزاف الهضره على اساس انه بغيت لي تي بي تفهموا عندكم مزيان مزيان سيل فو بلي اوكي لا عذر لكم الا كان شي سؤال ولا شي حاجه دائما كنقول لكم تدخلوا معايا في اي لحظه مزيان الوغ اذا هنا الى لاحظتوا دونك هنا درنا النت ماسك الوغ في الحصه الفايته الى لاحظتوا انا كيعجبني دائما نسبق هذا الاي بي نات انسايد مع الاي بي نات اوتسايد اليوم تليتهم بحال سيان كيف ما كاين حتى شي اشكال دونك هنا اوتوماتيكمون انا في الروتور كما قلنا الروتور ار 1 عندي فيه الفاست 00 والسيريال 20 الوغ الفاست 00 بالنسبه ليا دونك غندخل له انترفيس ماجيسكول ماشي مشكل عفوا دونك فاست 0 سلاش 0 اوتوماتيكمون غادي نحددو كوم دي زادريس اي بي نات اش انسايد اي بي نات انسايد شكرا ابو يلا سير واخا شكرا
سير جيب لي ولدي واحد شويه د الماء تشرب شكرا دونك اي بي نات انسايد عفوا دونك اونطري فوالا دونك اي بي نات انسايد هي هذه الوغ غادي ندخل للانترفاس سيريال 2/0 دونك انترفيس سيريال 2/0 اونطري دونك غادي ندير اي بي نات اوت سايد اوكي اوت سايد اوت سايد اونطري فوالا انا شنو درت هنا سيل فو بلي واكررها اعيدها للمره الالف دونك هنا حددت اش حددت يعني لي زادريس لوكال انترن مناش كيبداو دونك قلت له راه من الفاست 00 لتحت اوتوماتيكمون راه هنا في هذا الفاست هذا في هذا المكان بالضبط في هذا دونك اوتوماتيكمون هادو سو سون دي زادريس اي بي لوكال انترن هادو هما اللي خصهم لا ترادكسيون هنا في R1 ثم بهاد لا كوموند الجوجه دونك قلت له الاي بي نات اوتسايد اوتوماتيكمون شنو درت حددت بلي هنا كيبدا ليكستيريور على برا والاكستيريور كي كنعرف به اول وحده اللي كنخرج بهم شكرا بابا ثانك يو ميرسي الوغ عفوا دونك هنا كنحدد يعني الجلوبال اكسترن هي الاولى ثم كنحدد الجلوبال ولا عفوا جلوبال انترن هنا جلوبال انترن سيل فو بلي هنا لي زادريس جلوبال انترن باش غيخرج وهنا جلوبال اكسترن ولا وهادو مثلا جلوبال عفوا ولا لوكال اكسترن هادو كيتسموا لوكال اكسترن وهذه كتسمى جلوبال اكسترن وهادو يعني جلوبال انترن مزيان دونك هذه كتحدد لي ليكستيريور ليكستيريور مناش كيبدا اوكي مزيان دابا اوتوماتيكمون انا ساليت جميع لي كونفيغوراسيون ديالي متفقين دونك ما كيبقى لي الا ندير ان تيست يعني من هاد اللوكال انترن نشوف واش كنوصل لهاد ليكستيريور اللي هو هذا اوتوماتيكمون غادي نشوف لادريس ديال اس تي سي اللي هي 252 وغادي ندير بينغ من مثلا من الاس تي ا اوكي غندير بينغ من الاس تي ا غندخل هنايا وغادي نجي غادي ندير بينغ مثلا بينغ 200.200.50 ياكم هذه هي لادريس باش ما نغلطش ..2 entrée automatiquement voilà voilà donc اسمحوا لي راه هنا كاينه 252 donc 252 alors one moment كيما كيقولوا الانجليز alors ردوا معايا البال donc هنا عطينا دخل درنا هذه ياك عطيناها له donc درناها واخا اوتوماتيكمون نحاول ندير هاد لا كوموند هكا دونك الوغ اوتوماتيكمون هنا عندي شي خلل ما انتبهتلوش الوغ 2 دونك 1 فوالا الوغ هنا اوتوماتيكمون 2 200 101 اسمحوا لي نتاكدوا بعدا واش ياك ما داك لا كونفيغوراسيون اي بي كان فيها شي اشكال دونك غنمشيو لهنا ما بغيناش نبقاو نتعطلوا بحال هكا لان هادشي بسيط ما فيهش شي مشكل دونك فوالا الوغ اوتوماتيكمون هنا للروتور اوتوماتيكمون مزيان الوغ اوتوماتيكمون هنا هنايا فوالا دونك الوغ نشوف هاد لي كوموند هادو اكسس ليست ان بيرميت 2 0 فوالا اي بي نات بول شباب وما رديتوش معايا البال راكم ناعسين حتى واحد فيكم ما قال لي وفينا هي لا كوموند اي بي نات انسايد سورس ليست ان بول بول ان مزيان هذا الخطا هذا علاش لانه هو غادي يبين فعلا باللي راه لا ترادكسيون هي اللي دارت لي هاد هي اللي عطاتني يعني هاد الحل هذا دونك هاد لا ترادكسيون دونك مزيان هاد الوقفه هذه اللي وقفنا لانه ما درناش الاي بي نات انسايد سورس يعني تلهينا مع الهضره ونسينا الاي بي نات انسايد سورس ليست ان بول بول ان ولكن راه في كل خير علاش لان هاد التعثر خلانا فعلا نعرفوا باللي ما غاديش تخرج الى ما كانتش لا نات ديناميك دونك دابا غادي نضيفوا لا نات ديناميك هنايا لاحظوا دونك فاش غادي نضيفوها يعني لا كوموند اللي كدير لي لا نات ديناميك اللي هي اي بي نات مينيسكول ماجيسكول بحال اي بي نات انسايد دونك اي بي نات انسايد سورس ليست رقم واحد لا ليست ان هي اللي كرينا قبيله دابا كنربط كما قلنا كنربط بين لا ليست ديال لي زادريس لوكو
local عفوا لي زادريس لوكال مع لا ليست دي زادريس جلوبال انترن دونك اونتري اوتوماتيكمون دابا غادي نحاول نعاود نشوف البينغ ديالي دونك مزيان كما قلنا هذا الخطا البسيط باش يبين لنا باللي فعلا راه البينغ دونك والخروج ما كان غير باش يعني انطلاقا بعد ما اكتيفينا ما يسمى بلانات ديناميك فوالا دابا غادي نلاحظوا نشوفوا فوالا دونك ها هي لا ترانسميسيون تدارت فعلا اوتوماتيكمون ما خرجاتش هاد لادريس ديال 192.168.1 يعني 1.2 اوتوماتيكمون فاش غادي نفتحها هكايا دونك غادي ندير دونك دو شاو اي بي نات ترانسليشنز دونك دو شاو الا كنت في هذا المستوى غندير دو شاو اي بي نات ترانسليشنز هكا اوتوماتيكمون لاحظوا شنو غادي نلقى هنا اوتوماتيكمون عندي الانسايد جلوبال هي على ما كنا كنهضروا وكنا كنذكروا من الصباح اللي هي اول وحده فيهم هي 129 اوتوماتيكمون هما اللي حددنا في البول واحد اوتوماتيكمون اول وحده فيهم 200 200 129 شكون اللي خرجت بها 192 192 1 2 192 192 1 2 اوكي خرجت بها 192 192 1 2 اوتوماتيكمون فين مشات لعند الاوتسايد لوكال اللي هي دونك لوكال انت الاوتسايد لوكال اوتسايد ولا اللي هي بالفرنسيه لوكال اكسترن ما كاينش عفوا اذا انقطع شويه الصوت اعيد يعني قلنا باللي هنا الانسايد جلوبال اللي هو 200 200 100 129 اللي هي اول ادريس كاينه في الجلوبال انترن اللي كرينا في لابول الى كما كتعقلوا في لابول واحد اوكي خرجت بها هي اول وحده خرجت بها لادريس ديال اللوكال انترن اللي هي 192.168.1.2 الوغ هاد 192.168.1.2 ما خرجتش هي الغيزو اكستيريور لا نورمالمون تدرت لها ترانسفورماسيون وتحولات 200 200 100 129 بفضل اش بفضل ما يسمى بلانات ديناميك وفعلا وصلت ها هي كتقول لي هنا في لي ستاتستيك باللي نورمالمون وصلت عند 252 اللي هي اش اون ادريس اوتسايد لوكال يعني لوكال اكسترن وهي في نفس الوقت شنو جلوبال اكسترن لانه علاش لانه في هذاك الريزو في هذاك لو ريزو في هذا لو ريزو هذا اللي هنايا دونك ما تدرتش عندنا ما عندناش ما يسمى بنات ما تدرتش ترانسلاسيون ولا ترانسفورماسيون اللي زادريس اي بي بلانات اوكي ما كايناش كونفيغوراسيون ديال نات هنا ولذلك فلادريس هذه جلوبال او ميم طون لوكال اوكي دونك جلوبال اكسترن وفي نفس الوقت لوكال اكسترن اللي هي هذيك لا ماشين يعني الاس تي سي متفقين دونك نحاولوا مثلا هنا نديروا واحد ارسال اخر مثلا هنا من الاس تي بي دونك الى خدينا ودرنا بينغ 200.200.250.250.2 ياكم هي هذيك دونك اونطري اوتوماتيكمون نشوفوا صيفطنا 4 فوا لاحظوا لان هذا هو باش كنلقاو هنا 4 فوا اي سي ام بي سي تا ميساج اي سي ام بي كما عرفتوا البينغ سي تا ايكون ريكويست ايكون ريبلاي ايكون ريكويست كتصيفط الجواب ايكون ريبلاي كيجيك يعني الجواب وتصيفط 4 فوا 4 فوا هما هادو لي 4 فوا وفي لي 4 فوا دونك اوتوماتيكمون هذيك 192.168.1.2 اوتوماتيكمون كتخرج دائما 200 200 100 129 دونك غنشوفوا هنايا هاد الارسال الثاني لاحظوا لي ان 129 100 200 200 100 129 كذلك لان كانت فارغه
اوتوماتيكمون كذلك خرجت بها يعني 1.1.3 اللي هي لا ماشين اس تي بي. اوكي لو كان عندنا ارسالات يعني متعدده في وقت واحد غادي نلقاو باللي لي زادريس اي بي غادي نورمالمون يبقى يتبدلوا يعني من 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 ادريس لادريس وفوالا دونك. وهذا هو اللي نورمالمون لو سينا فعلا غادي نلقاوه باللي حاصل. هنا غندير واحد الاضافه قبل ما نعطيكم يعني باش انكم واش هنا كاين بوز شباب واش كتسمعوني؟ الو شباب كنسمعك. واش كانت عندكم الصوره واضحه لانه كان عاطيني بوز انا هنا؟ لا كانت واضحه الصوره. اذا التسجيل اللي يقدر يكون هو اللي كان بوز. التسجيل كان بوز. واخا ايوا الا سمحتوا غادي نحاول ندير نعاود هذه الفقره باختصار بسرعه منها مزيان نتوما تاكدوا منها وكذلك حتى باش تعاود تسجل عندكم. اذا شنو قلنا؟ قلنا سيلفو بلي الوغ هنا بعد ما درنا هاد لي ترونسلاسيون الوغ كنلاحظوا باللي فصيفطنا المره الاولى هنا لي بينغ في صيفطنا بينغ ديال اس تي ا صيفطنا بينغ ديال اس تي ا هنا اوتوماتيكمون ها هو داز البينغ في الاول ما داش عندنا عطانا ان بروبليم. علاش؟ لانه فعلا ما كناش درنا لا كونفيغوراسيون ديال هاد لا كوموند ديال ايبينات ديناميك اللي هي هادي. الوغ فاش درنا لا كونفيغوراسيون زدنا هادي وفعلا هذا كان خطا اللي مفيد لانه فعلا تاكدنا باللي هادي خدامه وهي اللي خلات هذوك لي ماشين ديال لوكال انترن يخرجوا لي زادريس اي بي ديالهم. مزيان دونك زدنا هادي خدمات الامور. الوغ فاش خدمات اوتوماتيكمون فاش درنا بينغ المره الثانيه من الاس تي ا ها هما تصيفطوا لي 4 ميساج اس ام بي اللي هما ايكو ريبلاي ايكو يعني جاتنا هنا وصلتنا غير ايكو ريبلاي 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 ولكن حنا اوتوماتيكمون راه ديجا صيفطنا ايكو ريكويست. اوكي صيفطنا ايكو ريكويست اللي هو البينغ. الوغ باش عرفنا هنا في الروتور باللي فعلا هاد الاولين وصلوا وباللي درت ترانسلاسيون فعلا لقينا باللي راه 192 هادي 168 واحد جوج اللي هي لا ماشين اس تي ا ما خرجاتش براسها نو تدرت لها ترانسلاسيون. علاش؟ تحولات ل 200 200 100 129. شكون هي 200 200 100 129؟ قلنا هي اول ادريس يعني كاينه في هذاك لو غيزو ديال لو غيزو ديال سميتو عفوا فهذاك لو غيزو اللي غادي يكون ديال لي زادريس اي بي جلوبال اكسترن global extern. اوكي دونك ها هي داكشي باش خرجت هنا عفوا global intern global intern. دونك اول ادريس اي بي في global intern هي 200 200 100 129 وهادو نورمالمون كريناهم قبيله في البول في البول 1 الا كتذكروا. مزيان الوغ هنا المره الثانيه عاود درنا ان اوتر بينغ منين ديال ايكو ريبلاي ايكو ريكويست ايكو ريبلاي. دونك عطانا لي ايكو ريكويست ايكو ريبلاي هنايا اللي هما اربعه ديال لي ميساج اس ام بي ناجحين كذلك. وفعلا ها هما فاش درنا عاوتاني هنا دوشا و اي بي نات ترانسليشنز بانوا عندنا هنا باللي سوسون فوالا ها هو البروتوكول. شكون البروتوكول؟ اس ام بي. دونك اس ام بي اس ام بي 4 فوا. اوكي دونك اشنو كيقول لنا هذا البروتوكول؟ كيقول لنا باللي لا ماشين اس تي بي اللي هي 192 168 13 فعلا راها خرجات ما خرجاتش هي يعني بداتها ما خرجاتش بالادريس اي بي ديالها لا تدارت لا ترانسلاسيون ل 200 200 100 129 يعني وخرجات ب 200 200 129 4 فوا لان الرساله تصيفطات 4 فوا يعني لهذاك ليكيبمون اللي على برا. وكذلك كنلقاو باللي الاوتسايد لوكال اللي هو اللوكال اكسترن هو نفسه ديال الاس تي سي 200 250 جوج هو نفسه يعني جلوبال اكسترن هو نفسه اوتسايد جلوبال ولا جلوبال اكسترن. علاش؟ لان ما كاينش عندنا نط في هذيك الجهه الاخرى. مزيان دابا قلت لكم اشنو غادي نديروا. الوغ غادي نحاول دابا انني نجي هنايا لهاد سميتو لهاد لو غيزو هنايا اللي هو لوكال انترن ندير واحد العمليه نحاول نضيف واحد لا ماشين كتنتمي وندير لها ادريس اي بي في هاد في هاد في هاد في هاد المجال المره الاولى نشوف فعلا واش كتخرج ولا لا. خرجات مزيان نعاود نضيف ماشين واحده اخرى وتكون في واحد الريزو يعني نبدل الماسك ولا نبدل شي رقم من هاد الارقام هنا ونشوف فعلا واش غتخرج ولا لا في هاد لو ريزو باش نتاكدوا باللي فعلا هاد العمليه كتتم بفضل هاد لا نات ديناميك. اذا غناخذ كما قلنا دو ماشين فوالا ماشين يعني دو ماشين هما هادو. الوغ
ندير دونك غادي يكون كابل دغوا نورمالمون ندير كابل اوتوماتيك وغادي يعطيني كابل دغوا سي تري بيان الوغ هادي ولا هاد البي سي بورطابل ماشي مشكل بحال بحال اوتوماتيكمون غادي نعطيه مثلا واحد لادريس اي بي فعلا كتنتمي لهاد الريزو نعطيه مثلا 192.168.1.254 اخر ادريس اي بي في هاد الريزو هذا اوكي 192.168.1 صفر دونك اخر ادريس هي هذه الماسك يكون هو 255.255.255.0 و لا باس غير ضروريه يعني هنا في هذا الريزو اللي هي 192.168.1.1 فيما يعني هذا الدينس ما نحتاجوش هنا دونك كونفيغوراسيون بالنسبه لينا يعني ولا فاكولتاتيف دونك هنا الى درت تاكدت بلي كاين تواصل مع الروتر هو الاول فوالا سكسيسفل اوتوماتيكمون غادي نشوف واش غادي يوصل هذا اللابتوب هذا لورديناتور بورطابل دونك واش غادي بينغي على لا ماشين 200.200.50.2 اونطري اوتوماتيكمون كتخرج فوالا و فاش غنجيو نتاكدوا هنا باش خرجت هذه لا ماشين اوتوماتيكمون غادي نلقاوها دونك الا درنا دو شاو اي بي نات ترانسليشنز اوتوماتيكمون كذلك لان 200 200 100 120 فارغه خرجت بها اوكي دونك نحاول ندير واحد العمليه هنا الوغ غادي لونسي بسرعه هاد لي كوموند ديال هادو بثلاثه ديال لي بي سي دونك هذا مع اللابتوب مع اس تي بي دونك غادي نحاول لونسيهم هنا ثلاثه قدامي هكا اوكي وغندير واحد العمليه اللي فيها غادي نحاول ندير هذا الارسال في وقت قريب بيناتهم دونك غنبدا بهذا نمشي لهذا ونمشي لهذا دونك غادي نشوف لاحظوا ثلاثههم الريبلاي 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 سليم لاحظوا الريبلاي هنا في الاس تي بي ها هو وصل مزيان ها هو كيقول لي نكبرها باش تشوفوها مزيان دونك ها هما صيفط دونك ها هما مشاو بثلاثه باربعه بهم مزيانين دونك وكيقول لي هنا في لي ستاتستيكس ديالو دونك سنت فور ريسيفد فور لوست او زيرو زيرو لوس لوس 0% دونك ما كاينش شي فقد لا ميم شوز هنا اللابتوب اوتوماتيكمون ها انت دونك صيفطناهم الريبلاي وصل مزيان وهاد الميساج راه نورمالمون راه يعني فيه هو تحليل ولكن يعني من بعد ونعاودوا نشوفوا يعني مسائله اذا هنا سنت فور received for lost او زيرو دونك 0% كذلك في اللابتوب لا ميم شوز هنا بالنسبه لهذا اس تي ا فوالا دونك sent for received for lost او زيرو دونك 0% loss يعني ما ضاع حتى شي حاجه اوكي ما علينا دابا شنو غندير غادي نمشي لعند هذا ار 1 اوكي وغادي نعاود ندير لا كوموند دو شاو اي بي نات ترانسليشنز غندير اونتري ربما لانه ما تخزناتش اوكي اعتذر هنا الوغ خصني ما نتعطلش بزاف فوالا دونك غادي نحاول نصيفط هادي دونك فوالا نحاول نصيفط هادي دونك فوالا نحاول نصيفط هادي فوالا دونك وغادي نمشي هنايا اوتوماتيكمون لعند اغ 1 فوالا وغادي ندير دو شاو اي بي ناس ترانسليشنز لاحظوا اذا هنا اوتوماتيكمون ها هما تستعملوا دوتغ هذا هو الهدف عندي انا من هذه هو انه غادي نلقاو باللي ها انت دوتغ ادريس اي بي تستعملوا يعني في الانسايد جلوبال هنا 131 لاحظوا ها هي 131 اربعه المرات بالنسبه لواحد في لي ماشين اللي هو 192.168.1.3 وهنا اتونسيون راه يقدر نعطيك غير هذه هاد لا فينيتر ونقول لك يلاه مثلا دير لي اون اناليز ولا انتربريتي سيت فينيتر مثلا دونك هنا راه تو دو ام دير كو راه نو زافون دي ادريس اي بي جلوبال et nous avons des adresses IP des adresses inside local ou bien des adresses IP inside local global interne et des adresses IP local interne automatiquement les adresses IP local interne sortent par des adresses IP global انترن شكون هما لي زادريس اي بي جلوبال انترن كاين عندنا 200 200 100 131 ها الاولى خرجت بها 192.168.1.3 هنا وكاين عندنا 200 200 100 132 خرجت بها دون اوتوماتيكمون لابتوب اللي هو 192.168.1.254 وعندنا كذلك 200 200 133 200 200 100 133 خرجت بها شكون خرجت بها 192.168.1.2 اللي هو الاس تي ا
اوكي دونك هنا اتونسيون لاحظوا انا دائما باغي كنتجاهل هاد الارقام اللي هنا ما بغيتش دابا نهضر عليهم بغيت نخليهم حتى للبات عاد غنهضر عليهم اوكي دونك ما علينا اذا هنا كنلقاو باللي فعلا هاد العمليه كتتم هنايا بهذا الشكل وبهذه الصيغه دونك اوكا أو يعني اوكي كيتطبق عندنا هاد المساله ديال ان اوتوماتيكمون كتدير لنا اون ترانسلاسيون ديناميكمون اش بهاد لي زادريس اي بي نورمالمون اللي حنا راه دايرين مكريينهم ولا نو زافون لي كريي فين كريي فين فهاد البول 1 متفقين الوغ دونك غادي نخليكم اونفيرون واحد 5 ولا 6 مينوت على اساس انه الجميع يدوز هاد لو تي بي راه سي تري فاسيل اللي كان عنده شي اشكال يحاول يحلو وغادي نمشيو مباشره يعني لاناط ولا وي البات غنمشيو مباشره للبات اللي عنده شي سؤال دونك بعد فاش نرجع يحاول يوجدو باش يتداخل معايا فهداك لا كيسيون ديالو دونك ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون دونك واحد شويه ونرجع عندكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.